تحالفات وتكتلات كبيرة تتشكل في المنطقة، تحذيرات هنا وتهديدات هناك، وعيون الجميع على بقعة في قاع البحر، إنها حقول الغاز الضخمة. فما هي حكاية هذا الصراع الجديد بالمنطقة؟ وما هي الدول المشاركة فيه؟ بدأت القصة الملحمية للغاز بين عامي 2009 و2011 عندما تم اكتشاف حقلي تمار ولفياثان قبالة سواحل فلسطين وحقل أفروديت قبالة سواحل قبرص. كانت التوقعات كبيرة لكن سرعان ما ثبطت بسبب حالة من عدم اليقين حول كميات الغاز والتأجيلات في القرارات المتعلقة بالاستثمار. في عام 2015 أحييت الأمل من جديد باكتشاف حقل ظهر قبالة الساحل المصري، والذي يعتبر أكبر اكتشاف للغاز بالبحر المتوسط. على الفور بدأ الإنتاج به نهاية عام 2017، ثم تلت ذلك مزيد من الاكتشافات. نفهم طبيعة وسبب الصراع أكثر، لابد من الإشارة إلى طريقة ترسيم الحدود البحرية. بما أن هذه الدول ساحلية فلها حقوق في المياه حتى عمق 320 كيلومتر، لكن في حالة شرق المتوسط الأمر ليس بهذا الوضوح نظراً للطبيعة المقعرة للمنطقة، ما يؤدي لتداخل بين حدود هذه الدول، ما يستدعي التفاوض بينها للاتفاق. لكن هذا الأمر لم يحدث، وشاء القدر أن تظهر بعض الحقول في المناطق التي لم يتم التوافق عليها بعد، فبدأت قبرص بتوقيع تفاهمات مع كل من لبنان وإسرائيل ومصر، لكن تركيا رفضت كل ذلك واعتبرته مساً بالمصالح الاقتصادية التركية، لأن حصتها من السواحل البحرية قلت بنسبة كبيرة. بداية 2019 بلغ الاستقطاب ذروته عندما التقى وزراء الطاقة من قبرص ومصر واليونان والأردن وإسرائيل إلى جانب ممثلين عن إيطاليا والسلطة الفلسطينية في القاهرة، وأعلنوا مجتمعين عن إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تطوير سوق غاز طبيعي إقليمي، مستثنيين تركيا ولبنان وسوريا من هذا التحالف. هذا المنتدى الذي يشير إلى تطبيع اقتصادي واضح بين دول عربية وإسرائيل وضع تركيا وحيدة في مواجهة 7 دول، خاصة أن كل من سوريا ولبنان مشغولتان بمشاكل داخلية، ما دفع أنقرة للتحرك. فماذا فعلت تركيا إذن؟ بدأت فوراً بالتنقيب عن الغاز في 3 مناطق بمحيط قبرص لضمان حقوق قبرص التركية، ما أثار غضب أوروبا. ثم قامت بتوقيع مذكرات لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ما أثار غضب الجميع. فالمنطقة التي يشملها الاتفاق تمتد من جنوب غرب تركيا إلى شمال شرق ليبيا. كل ذلك جاء بعد أن حركت تركيا سفنها العسكرية لحماية أعمال التنقيب في البحر. ردت مصر هي أيضاً باستعراض قواتها أيضاً من خلال تدريبات عسكرية في عرض المتوسط. يحمل هذا الاتفاق أهمية جوهرية من ناحية جغرافية واستراتيجية، وله تداعيات إقليمية عامة تفسر الغضب الإسرائيلي المصري اليوناني. فما الذي يعنيه هذا الاتفاق على الأرض؟ أولاً، المنطقة التي شملها الاتفاق تتقاطع مع منطقة تطالب اليونان وقبرص بحقهما فيها، وبالتالي أصبحت بهذا الاتفاق تابعة لتركيا. ثانياً، يجري العمل في المنطقة على خطط لخط غاز مستقبلي يربط حقول الغاز من شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية، خاصة أن كمية الغاز المكتشفة مهولة وتكفي دول شرق المتوسط وتتيح لها التصدير، ما يعني أن ذلك لن يتم إلا بإذن تركيا. ثالثاً، تستطيع تركيا تأخير السفن في تلك المنطقة والتحقيق مع طواقمها، ما يعني الحد من حرية الحركة البحرية لدول المتوسط، وهو الأمر الذي قد يزعج إسرائيل. رابعاً، توسيع مساحة المياه الإقليمية التركية والمصرية على حد سواء، على الرغم من أن مصر رفضت الاتفاق مناكفة بتركيا لأسباب سياسية.
نحن أمام صراع حقيقي يجري في المنطقة، واللاعبون فيه دول كثيرة وذات نفوذ كبير. استمرار الخلاف بهذا الشكل قد يفشل جميع الطموحات، كما لا يمكن التنبؤ بنهاية هذا الصراع. لكن دولاً مثل تركيا ومصر وحتى إسرائيل قد لا يضرها كثيراً استمرار الوضع على حاله في هذه المرحلة، فهي في جميع الأحوال بدأت الحفر للوصول إلى الغاز. لكن المشكلة عند دول مثل فلسطين وسوريا ولبنان التي قد تضيع حقوقها في هذه المعمعة.